هو المنتخب البرازيلي حاليا هو احسن منتخب في العالم. من كأس العالم اللي فاتت تغير بواحد تقريبا بواحد 100%، ولا هو الاقوى، خدا كوبا امريكا، انتصر في جميع المباريات ديال ضد فيفا، اليوم ما مسجل عليه حتى شي هدف في هاد كأس العالم، آلة هجومية كبيرة، المعدل ديال الأهداف 7-8 في المباراة، فهو أقوى منتخب لا بالتاريخ ديالو في هاد اللعبة ولا باللاعبين ديالو. فهذا هو التقييم ديالي للمنتخب البرازيلي، لكن هذه مباراة فاصلة، نتمنى من الله أننا نكون ند للند معاه في هذه المباراة هذه، ونلعبوا حظوظنا كاملة وثقتنا ويقيننا في الله كبير باش إن شاء الله نديروا شي مباراة تاريخية. بالنسبة للإصابات، كاينه شي اصابه تما ثلاثه الشفاء ام ان لا؟ نفس داك الشيء اللي شفتو في ايران، اللاعبين هما اللي غادي ياخذوا المباراه، بالعكس زاد خالد بوزيد حتى هو من المصابين. الحمد لله، شوف هذه امور، ومن تجي الحاجه من عند الله مرحبا بها، ما كاينش مشكل. المنتخب البرازيلي تو في اصابات، ما نظنش انه خص اللاعبين بارزين ولن امر غير اكيد. عندهم لاعب واحد اللي عنده اصابه، هما لاعبين كلهم في مستوى واحد، لاعب واحد ما غاديش يساوي. احنا عندنا خمسه اللاعبين، والمشكل حتى عدد اللاعبين في اللائحه ناقصه، لكن ماشي. شوف في هذه المباريات ما تيهمش هذه المسائل، كيهم مدى رغبه اللاعبين في البقاء، في تحقيق النتيجه، التركيز ديالهم. حقيقه حنا كنا تناخذوا واحد الطريقه مع البرازيل فاش تلعبوا معهم، ما تنخليش لهم الكره، يعني كنا كنعتمدوا على البوسيسيون طال، لان كنا عندي لاعبين في المباريات كنا ملي تلقاو معنا ديك المشاكل، لان ما عطيتهم الكره غيشكلوا عليا خطوره. اليوم ما نقدرش ندير هذه الطريقه، لانه الا طلبتها من اللاعبين ما غاديش نقدوا، صراحه ما غاديش نقدوا نكملوا. فلذلك غادي يكون تغييرات كثيره في هذه المباراه. نتمنى من الله ان الاختيار ديالنا يكون جوست، ونتوفقوا في مسار المباريات كامله. شكرا.